مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا وأنا معلمتكم للغة العربية. أصدقائي، عند صور على اللوح وهالصور بتدل على مهنة أشخاص. نحن سبق وشفنا أربع مهن بحلقات السابقة، وأكثر من أربع مهن، كتير مهن صرنا شايفين، لكن أربع مهن كانوا جديد. وهلأ بدنا نرجع نشوف مهن أيضاً جديدة، في منهم رح نرجع نتذكرهم. أول شخص عنا إياه مهنته هو منقله الموسيقي. الموسيقي هو بيعزف على آلات وبيعطينا أجمل الألحان، مثل هون عنا البيانو، عنا الجيتار، وإذن اسمه الموسيقي. في أحلى منا للموسيقى؟ نحن دايما بحاجة لموسيقى بحياتنا، هيك أوقات لما بنسمعها بنتنشط وبنصير محمسين أكتر. عنا تاني صورة، الرسام. نحن شايفين أيضا الرسام إنه هو بيرسم أجمل اللوحات وبيستعمل كتير أدوات. إذن الرسام. ثالث مهنة، هون عنا طبيبة، لكن فينا نقول طبيب أيضا. والطبيب هو بحكم الإنسان وبيعالجه من الأمراض. عنا طبيب أيضا البيطري، البيطري اللي هو بيهتم بالحيوانات وبيعالجهم. إذا هون عنا طبيب أو طبيبة. وآخر مهنة عنا إياها هو طاهي أو الطباخ، اللي هو بيطبخ لنا أشهى المأكولات وأطيبها. قلنا اسمه طاهي أو طباخ. إذا نحن صار عنا الموسيقي اللي هو بيعزف على الآلات، الرسام اللي بيرسم أجمل اللوحات، طبيب أو الطبيبة اللي هو بيعالج الإنسان أو بيعالجنا نحن لما نمرض، عنا البيطري، الطبيب البيطري أصدقائي هو بيعالج الحيوانات وبيعالجهم من الأمراض، وعنا الطاهي أو الطباخ اللي هو بيطهيلنا أو بيطبخ لنا أشهى المأكولات. هلأ بدي منكم تضلكم مركزين معي دايما على الشاشة، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل يدي وهذا فرض، لا أرمي الزبالة على الأرض. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أسناني قوية، بيضاء نقية، أغسل أسناني وتصبح حديدية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل وجهي، شعري، وعيني، أسمع صوت العصافير حواليا، أمشط شعري بالفرشاة وأحب الحياة. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أنا نظيف.
شريف أنا نظيف فتى مهذب فتى لطيف. محضرين دفتركن وقلمكن؟ أنا دايما بطلب منكن تحضروا دفتركن وقلمكن تتداونوا كل شي عم نقوله بحصتنا، ولو نحنا منعرف وصرنا كتير شاطرين لكن لما منرجع مندونه مرة تانية منحفظ أكتر الأشياء ما مننساها أبدا. ومثل ما دايما بحصتنا نعمل مراجعة على الأحرف، عندي حرفين اليوم للمراجعة، مش حرف واحد، اثنين، ونحنا شايفينهم بالحلقات السابقة، اللي هن حرف الكاف ومنقله كه، وحرف اللام ومنقله له. كيف بينكتبوا؟ خلينا نشوف على اللوح. رح نبدأ مع حرف اللام. قلنا نحن حرف اللام منرسم خط عمودي، بيتصل بالخط حفرة كتير كبيرة، وهيك منقله له. لام مع فتحة ل، لام مع ضمة لو، ولام مع كسرة لي. مع الأصوات الطويلة لام، هيك شكلها بينكتب، خط عمودي خط أفقي والألف، ومن إلا لا. لام مع واو لو، ولام مع ياء لي. وهيك نحنا منكون شفنا حرف اللام. خلينا ننتقل لحرف الكاف. منرسم خط عمودي بيتصل فيه قارب كتير كبير، لكن هيك بيصير يشبه حرف اللام. لما منوضع شو منوضع؟ همزة، همزة بيصير كه كاف. مع الأصوات القصيرة كاف مع فتحة كه، كاف مع ضمة كو، وكاف مع كسرة كي. وما تنسوا أبدا الهمزة، ودايما حاولوا مع الكاف إنكن ترسموا قارب كتير كبير أو حفرة كتير كبيرة أكبر من حرف اللام، هيك منقدر نميزه كمان أكتر. مع الأصوات الطويلة قلنا حرف الكاف بيختلف، نرسم خط ماء خط عمودي خط أفقي والألف، كا كاف مع واو كو، وكاف مع ياء كي. وهيك صار فينا ننتقل هلأ لتمريننا. عنا صور وهالصور شايفينا كتير وبنعرف الكلمات، لكن هالكلمات فيها حرف الكاف وفيها حرف اللام. بدي منكن تحضروا لونين، أنا رح استعمل اللون الأصفر واللون الأزرق، انتو فيكن تستعملوا اللون اللي بتحبوه أصدقائي، أهم شي تدونوا كل شي وتحفظوا كل شي. وأول صورة عنا إياها، هالأداة بنستعملها نحنا كرمال ناكل فيها، بناكل فيها أشهى المأكولات، ومنقلا ملعقة، مليان، مل، اكتبوا معي عقة. وأنا ما لفظت التاء لأنه هي من أحد علامات التأنيث وما بلفظها، ملعقة ما بقول ملعقات. وبكلمة ملعقة عنا كاف، خطأ، عنا لام، مل ل. واللام رح أرسم دائرة حوله باللون الأصفر، وهيدا شكل حرف اللام في وسط الكلمة، بيكون متصل من جهتين. تاني صورة هي من أحد الخضار، منها بتكون حلوة وإنها بتكون حارة، يعني بتحرحر كتير،
واسمه فلفل. 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 لام في وسط الكلمة، كاتبينها مثل كلمة ملعقة، ولام في آخر الكلمة. صورة التالية، هيدا كوكي. كوكي مين هو؟ كلب. كلب. الكلب كوكي. بكلمة كلب عنا كاف وعنا أيضا له لام. كاف في أول الكلمة ولام في وسط الكلمة مثل فلفل، ملعقة. هون عنا ألعاب، صندوق فيه ألعاب كتير كتير. خلينا نكتب ألعاب. له لام في وسط الكلمة متصلة من جهة واحدة، لأنه الألف ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده. عنا هون دايما بستعملها لأنه أنا كتير كتير بحبها، ومن إلا كعكة. كعكة ما بنلفظ التاء. في عنا كاف وكاف. كاف في أول الكلمة وكاف في وسط الكلمة. وآخر صورة عنا إياها شباك. شباك. كلمة شباك كاف في آخر الكلمة، وأنا في ضيفة على الأشكال. كاف حرف منفرد. إذن صار عنا لام في وسط الكلمة متصل من جهتين، لام في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة، ولام في أول الكلمة متصل من جهة واحدة. كاف أيضا متصل من جهة واحدة في أول الكلمة، كاف في وسط الكلمة متصل من جهتين، وكاف حرف منفرد. وهلأ بدي منكم تفتحوا دينيكم منيح، لأنه أنا عندي لكم بالفقرة التالية درس قواعد جديد. خليكن معي. كبريت ملفوف كعكة لسان. انتوا جاهزين ومركزين معي مثل ما طلبت منكم، لانه عنا درس قواعد جديد وبدي منكم تركزوا عليه كتير منيح وتدونوا كل شي تما تنسوه ابدا. اليوم رح نتعلم عن أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام هي بنستعملها لما تكون الجملة مثل سؤال، يعني بتنتهي بعلامة استفهام. يعني لما أسأل سؤال أنا بستعمل فيه أداة الاستفهام بالجملة، واللي هن رح بلش عدهم. أول شي عنا متى. متى يعني بتدل على الزمان، يعني أي متى. متى على الزمان، على الوقت. تاني أداة عندي إياها أين. أين بتدل على المكان، يعني أين تذهب، أنت وين رايح. أو متى تذهب، أي متى، يعني قد أي ساعة أو أي وقت أنت رح تروح. ثالث أداة اللي هي كم. كم بتدل على العدد، يعني كم طابة. كم طابة لديك، كم يعني عدد الطابات اللي أنت عندك ياهن.
إذن زمان أين، متى بتدل على الزمان؟ أين بتدل على المكان؟ وكم بتدل على العدد؟ رح أكتب أداة جديدة. من، من نسأل فيها عن الإنسان، يعني من أنت؟ مين أنت؟ بستفسر، وعن الشخص بستعمل من. عندي ماذا، ماذا بسأل عن الشيء، أو في اسأل مثلا ماذا تفعل، شو عم تعمل. إذا رح أرجع عيد، متى بتدل على الوقت، أين بتدل على المكان، كم بتدل على العدد، من فينا نسأل عن الأشخاص، وماذا يعني عن فعل، شو عم تعمل، عم نستفسر عن شيء. وعندي أيضا هل، هل نستعملها للإجابة، أنا بجاوب إذا نعم أو كلا. لما بتسألوني سؤال هل لديك ورقة، بقلكن نعم أو أجل، لدي ورقة أو أحمل ورقة. وآخر أداة عندي إياها هي كيف، كيف بسأل فيها عن الحال، مثلا كيف حالك، يعني كيفك أنت. صاروا كتير كتار عليكم صح؟ هلا بتمريننا منعرف أكتر ومنركز أكتر ومنشوف وين منستعملهم. هل بقول سؤالنا اكتب مكان الفراغ أداة الاستفهام المناسبة، يعني أنا عندي بالجمل فراغات، ومحل هالفراغات أنا بدي أوضع أداة الاستفهام. ونحن قلنا أداة الاستفهام بتكون موضوع لما يكون في عنا جملة استفهامية، يعني فيها سؤال أو بتدل على سؤال. وأول قبل ما نبلش بالجمل أو نبدأ بالجمل، خلينا نقرأ أدوات الاستفهام مرة تانية. أين هي بتدل على شو؟ بتدل على المكان. متى على الوقت. كيف، كيف عن الحال، كيف حالك. لماذا، لماذا أو ماذا بسأل فيها عن إنه ليش هيك، ليه هيك عم بيصير، أو عن شي عم بتطمن عن شي. كم بستعملها للعدد، تعرف كم عدد عندي من الطبيت، من الأوراق، من حيال شي. هل، وهل بستعملها للإجابة، إذا أنا بدي جاوب نعم أو لا، أجل كلا. وهلأ فينا نقرأ جملنا. ما تنسوا محل هالفراغات بدنا نوضع أداة الاستفهام. تأخرت، بدي هيك أعطي صوت إنه استفهام سؤال. تأخرت، تأخرت لأن السيارة تعطلت. عم نسأل تأخرت؟ إيه تأخرت لأنه السيارة تعطلت، بس أنا بدي أعرف ليه تأخر. فإذا شو بسأل أنا وشو بكتب؟ بكتب لماذا، لأنه أنا بدي أطمن عن حالته ليه تأخر. بكتب لماذا. إذا لماذا تأخرت؟ لأنه أنا عم بسأل عن السبب ليه تأخر. تأخر لأنه السيارة تعطلت، وقفت السيارة. الجملة التالية، تسافر، أسافر غدا. عم بسأل إذا مسافر، وقال لي أسافر غدا، يعني حدد لي الوقت. وقلنا الوقت نحن أي أداة منستعمل؟ هل نستعمل أين؟ كلا،
نستعمل متى. متى تسافر؟ والدك. والدي في البيت، يعني أنا عم بسأل عن والده وقال لي والدي موجود في البيت. في البيت، إذا نقول هل والدك؟ أو غلط، ما منقول هل والدك لأنه ما اكتمل معنى الجملة، بقول أين والدك لأنه عم بسأل عن الوالد وقال لي هو في البيت. في البيت دلني على المكان، وأين للمكان؟ قلما عندك. عندي قلمان. لما جاوب حدد لي العدد، ولما أنا أعرف العدد أي أداة بستعمل؟ كم. كم قلما عندك؟ إذا استعملنا كم واستعملنا أين. وآخر جملتين، كان الطقس جميلا. إذا هون عم بسأل عن التأس، وعم بسأل عن حالة التأس. إذا بستعمل هل. فينا نقول هل كان الطقس ما اكتمل معناته، منقول كيف كان الطقس. كيف كان التأس. وآخر أداة بقيت عنا هو هل. هل والدك في البيت؟ نعم والدي في البيت. استعملنا نعم، وقلنا مع هل نستعمل نعم. كان تمريننا شوي صعب عليكم، لكن نحن بالحلقات المقبلة رح نتمرن أكثر ونرجع نشوفهم لأدوات الاستفهام. هلأ صار وقت أني ودعكم، بدي منكم تسمعوا لأغنية، وأنا بلاقيكم بحصة جديدة وبحلقة جديدة. إلى اللقاء. طبيعتي طبيعتي رونق الحياة، تعطيني الثمار ومياه أطيب الأنهار. أرى فيها أجمل اللوحات، أسمع فيها أعذب الأصوات. أهتم بها أصونها، أحميها من التلوث الغدار. طبيعتي طبيعتي رونق الحياة، تعطيني الثمار ومياه أطيب الأنهار. Good day my friends, how are you today؟ كيفكن أصدقائي اليوم؟ هل أنتم مستعدين؟ Are you ready؟ اليوم بدنا نعمل مثل الحلقة السابقة، بدنا نعمل مراجعة على الكلمات اللي أخذناهن قبل. Do you remember them؟ أنتم متذكرينهم شي؟ بس قبل تعالوا نتذكر مع بعض بعض الأسئلة. أنا ما بتعرفوني وأنا جاي بدي أتعرف عليكم، شو منسأل بعض؟ أول شي What is your name؟ Well, my name is Grace. أو my name is Fadi. My name is Samir. تاني سؤال، How old are you؟ قديش عمرك أو عمرك؟ I am 7 years old. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. في اسأل كمان، وين منعيش؟ Where do you live؟ I live in Beirut. I live in Lebanon. You live in Syria. أو بتعيش بالعراق. I live in Iraq. Where do you live؟ شو كمان بسأل؟ بعد في سؤال، في اسأل عن هواياتك أو هواياتك. قول What are your hobbies؟ I like horseback riding. أو I like drawing. I like swimming. I like playing football. شو بتحب أنت؟ شو بتحبي؟ منقول I like
وحطوا الهواية مثل ما تعلمنا قبل. هلا أصدقائي، مثل ما عملنا بالحلقة السابقة، هل أنتوا جاهزين؟ حضروا ورقة وقلم؟ بدنا نبلش مع بعض. هلا منوقف ونسمع لأغنية. Let's listen to a song وأنا برجع لكم. Don't you see the birds will flee? They want to be free, free, free. Don't you see the birds will flee? They want to be free, free, free. They want to fly up in the sky. They want to jump from tree to tree. They want to fly up in the sky. They want to jump from tree to tree. Don't you see the birds will flee? They want to be free, free, free. They want to fly up in the sky. They want to jump from tree to tree. The birds are free. وهلا أصدقائي، هل أنتوا جاهزين؟ حضرتوا ورقة وقلم؟ طلعوا شو عندي على اللوح. عندي صور وبدنا نشوف مثل الحلقة الماضية. Are you ready? Open your eyes well, open your ears well, and look at the board. أول صورة شو عندي فوق؟ عندي قلم، قلم حبر. بيرجع عندي الرقم 10، 10. بيرجع عندي هون، شو بها هيدي؟ رطبة عم ينزل منها المي. وعندي هون صبي عم بيقدم هدية لبنت. على شو حصلت البنت؟ على هدية. بيرجع عندي هون حيوان أليف يلي هو كلب. عندي كلب وعندي بسينة. هون عندي شبكة يلي بستخدمها إذا أنا عم شيل سمك من البحيرة، أو بستخدمها إذا عم بلقط شي بالجو. بيرجع هون شو عندي؟ عندي سحاب. هون عندي شفة. هون عندي الزبالة، علبة الزبالة اللي بكب فيها. هون في عندي حدا عم يخزق أو عم بمزق. شو هيدا؟ مين عنده؟ طلعوا، تيجي مثل سكين طالع من البحر. لمين منشوفه؟ It's for the shark. بيكون عنده هيدا البارت من فوق. هلأ رح خبركم شو منقله. وعندي بالآخر دبوس. شو بيعمل الدبوس؟ أوقات إذا قعدنا على دبوس بيجرحنا، أو إذا فات بإصبعنا بينزل دم. بدنا ننتبه. تعالوا نتذكر كل وحدة شو منقلها بالإنجليش. رح حطلكن أنا مثل هيديك الحلقة أول حرف، وأنتوا جربوا تتذكروا معي. فإذا the first letter هون عندي ب، the letter P ب، the letter T ت، the letter W شو بلفظه؟ the letter W I pronounce it و و. هون عندي ج، يعني حصلت على شيء. شو بقلها؟ ج، جت، حصلت على شيء، بس ما رح اكتبها هلا. بيرجع عندي هون حيوان أليف، شو بقله؟ ب، the letter P I pronounce it ب، فإذا رح حط ب. بيرجع عندي هون ن، نت، يعني شبكة بتبلش ن. أنا عم ساعدكم بكم كلمة. منكمل. شو عندي هون؟ سحاب. سحاب شو بقله؟ ز، ببلش باللتر ز. I pronounce it ز. هون عندي This is my mouth. This is my ل. شو بقلها؟ رح اكتب أول حرف. بيرجع عندي هون العلبة اللي بكب فيها زبالة، بقلها trash bin. رح حط أنا ب، bin، بتبلش the letter B. هون شو عم يعمل؟ عم بمزق. هون عندي هيدي البارت تبع الشارك اللي بتطلع من فوق، شو بسميها بالانجلش؟ تعرفوا رح حط لكم بس أول حرف.
سميها. بتبلش بالف، هون اخر شي عندي. الكلمة بتبلش ببي هون. شو هيدي الكلمة؟ تعالوا نشوفها مع بعض. شو بقول له لما انا بخزق؟ طلعوا عندي هون، اذا عندي هيدي الورقة وانا شو عم بعمل؟ عم بخزق. بتبلش بالر. تاني حرفين ما رح قلكن ياهن، رح استخدم تاني لون ورح نبلش. طلعوا هون، رح حطلكن تاني حرف. It's the letter E. A. I pronounce it B. 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 وبيرجع بحط N. PEN. تذكرتوا البن؟ PEN قلم حبر، مش بنسل. بنسل هو قلم الرصاص، PEN هو قلم الحبر. وتحتها كمان تخلص الكلمة كمان ب E. N. T. A. N. TEN. فإذا P. A. P. N. PEN. T. A. T. TEN. عشرة، الرقم عشرة. رجع ننتقل لهون، كمان بدي زيد لتر اي، وكمان بلفظه the short sound A. وراح زيد هون كمان تي، هون كمان تي. صارت و و ت وات، ج ج ت جت. يعني حصل على شيء. I am getting the marker. I get يعني أنا بحصل على شيء. What get. كملوا معي هون، كمان بدي زيد اي وتي، بتصير at b at pet n at net يلي هي الشبكة. فإذا طلعوا شو صار عندي. pen ten، اثنيناتهم بيخلصوا ب n. the letter e لفظته a n، the letter e لفظته a n. وهون ب بن ت تن. تعالوا ننتقل على تاني صورة. عندي هون ات ات، أربع كلمات بيخلصوا ب ات، the letter e a. بيرجع تي ت ات. و وات، ج جت، ب بت، ن نت، كلهم بيخلصوا ب ات. شو بقول لهم؟ These are rhyming words، يعني بيخلصوا بنفس الطريقة بنفس اللفظة. عم تسمعوا و وات، ج جت، ب بات، ن نت. تعالوا نكمل هون. عندي السحاب، هالمرة رح زيد لتر اي. شو بلفظها؟ اي. رح الفظها the short sound e. رح زيد ب ز زب، ز زب هون زيب. فإذا نقولوا معي إب ز زيب. شفتوا شو هينة؟ سحاب. هون كمان بتخلص ب إب اللتر آي بي إب، وزدت ل شو صارت؟ لب، يعني شفاف. ماي ليبس، ذس ماي ليب، لب زيب. منكمل، هالمرة ما رح زيد آي وبي، رح حط آي وان ن. طلعوا اي ان، شو صارت؟ ب ان بن. عندي the letter i لفظتها اي ن ان ب بن. جربوها معي ان ب بن. هون عندي مزقة، رح زيد اي بي، شو صارت؟ إب رب، همسي رب. خلينا نكمل هون. عندي رح كمل حط لكم آي أن آي أن إن إن. أول وحدة فن، تاني وحدة بن يلي هي دبوس. ف فن ب بن الدبوس. فإذا شفتوا شو صار عندي على اللوح؟ تعالوا نقولهم مع بعض. Are you ready؟
جهزوا حالكم منيح. Open your eyes well, open your ears well and look at the board. عندي ب pen, ت ten, و wet, g get, ب pet, ن net. هون ز zip, سحاب. ل lip, this is my lip. ب bin, ر rip. ف fin, ب pin, يلي هو دبوس. شفتمون شو هينين؟ تذكرتون من الحلقات السابقة؟ Did you remember them؟ هلأ بديكم تكتبون على الدفتر عندكم وبدي تعملوا مثل ما أنا عملت. استخدموا الألوان، عدة ألوان للقلم تبعكم. بلشوا بلون مختلف ورجعوا كملوا. في عنا كلمتين بيخلصوا بإي وأن يلي هني pen و ten. في عنا أربع كلمات بيخلصوا بإي وتي، at، wet، get، pet، net. عنا كلمتين بيخلصوا أو ثلاثتهم. في عنا هون كمان بيخلصوا بإب، آي، بي، زب، لب، رب. وعندي ثلاث كلمات بيخلصوا بإن، هن بن، فن، بن. كتير هينين، جربوا تعملوا كمان عليهم جمل. أنا هلأ برجع لكم بالفقرة الأخيرة حتى نكمل مع بعض. hip pin fin rip أصدقائي في عنا تمرين مع بعض. بدنا نقسمهم لأحرف. شو بدنا نقسم؟ الكلمات. أخذنا الكلمات وكل كلمة بتتألف من ثلاث أحرف. 1, 2, 3 letters. طلعوا، في شي وحدة أكتر من ثلاثة؟ كلهم ثلاث أحرف، بدنا نقسمهم بالتيبل. فإذا بدنا نحط هون أول حرف، هون ثاني حرف، هون ثالث حرف. خلينا نبلش. في عنا كلمتين بيخلصوا ب اي و ان. ان شو هن؟ ب بن، ت تن. فاذا لحط انا هون اي، the letter e، the letter n، the letter e، the letter n. اول كلمه شو اول حرف منها؟ what's the first letter؟ ب، the letter p. بحطه هون صارت بن. تاني كلمة the letter T، ت، صارت تن. ننتقل للي بعدها. عندي أربع كلمات، four words، بيخلصوا بإي وتي، أت، فصل الإي أ، أت. عندي wet، get، pet، net. فإذا رح حط the letter E و the letter T، طلعوا هون بيخلصوا إي تي، إي تي، إي T E T. رح حطهم هون عند the letter E. at E at E at E at. شو أول وحدة؟ wet يعني رطب. و the letter W، the letter W، what. بيرجع عندي get، g، get. بيرجع عندي pet، p، p، the letter P، pet. وآخر شي عندي net، شبكة، net، the letter N. هلأ في عندي ثلاث كلمات بيخلصوا بي آي و بي. إب، لفظت الآي the short sound إي. إب إب إب، زب لب رب. فإذا بحط آي و بي رح بلش فيهم هون آي بي آي بي
I P. أول واحدة zip سحاب z لحد letter z. تاني واحدة lip شفة بحط letter L. وآخر واحدة rip يعني مزقة بحط letter R. اوكي شو بعد عندي؟ بعد عندي ثلاثة three words bin fin pin. شو بيخلصوا؟ letter I و N. in فإذا بحط in أول شيء به بن بيرجع عندي فه فن بيرجع عندي به بن. شفتوا شو هينين؟ فإذا an pen an ten at wet at get at pet at net بيرجع ip zip ip lip ip rip بيرجع عندي in bin in fin in pin. شفتوا شو هينين؟ هلا اصدقائي بدنا نعمل مع بعض مراجعه verb to have لأنه أنا وياكم بآخر الحلقة بعد شوي بدنا نجرب نكتب sentences. We will write sentences. بدنا نستخدم هول كلمات وبدنا نستخدم verb to have أو verb to be. تعالوا مع بعض نكتب verb to have تنتذكروا شوي. إذا بتتذكروا نحن أخذناه بال past tense يعني بالماضي, present tense بالحاضر, future لما أكون عم بحكي أنا عن المستقبل. تعالوا نبلش بالpresent tense. بحط verb to have. بلش عندي pronouns I, you, he, she, it, we. وآخر شيء عندي they. فإذا بقول I have, you have, he have. No, مع he وshe وit شو بقول؟ has not have. فإذا he has, she has, it has. وبيرجع عندي we have, they have. وإذا بدي أعمله بالpost tense مين بيذكرني شو بحط؟ كله مثل بعض. إذا عم بحكي عن الماضي بقول I had, you had, وبكملهم كلهم had. هلأ خلينا نعمل جملتين على السريع مع verb to have. أول شيء إذا بدي أقول أنا عندي tulips شفتين شو بقول؟ I have tulips. شفتوا كيف؟ زدت لها اس للب لأنه بالجمع تو عندي اثنين. وإذا بدي أقول كمان إذا عندي أنا شبكة نت بقول هو عنده شبكة. هو للمفرد المذكر شو بقول؟ هي بقول he have or he has. He has. فإذا two. He has a net. يعني عنده شبكة. الجملتين فيهم verb وبيعطوا معنى تام. I have two lips. He has a net. بدي منكم هلأ تكملوا وتجربوا تكتبوا على باقي الكلمات جمل زيادة. احفظون منيح وحطوهم بتيبل مثل ما أنا حطيتهم. اتفقنا أصدقائي؟ أنا هلأ بدي ودعكم وشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. مامي دادي برادر سيستر جرامبا جراما and me. مامي and me, daddy and me, my family, I love my family. Mommy, daddy, brother,
sister, grandpa, grandma, and me. Brother and me, sister and me, they're all my family, so much dear to me. Mommy, daddy, brother, sister, grandpa, grandma, and me. Grandpa and me, grandma and me, I love my family, and my family loves me. Mommy, daddy, brother, sister, grandpa, grandma, and me. مرحبا يا أصحابي، بدي رحب فيكن بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، أنا شمس بعلمكن هيدا المادة. العلوم كتير مفيدة لألنا لأنه بتخلينا نتعرف على عالم الحيوانات والنبات والمحيط اللي نحنا منعيش فيه، وحتى جسمنا وإشياء كتير كتير نحنا منصادفها بحياتنا اليومية. كرمال هيك كمان بدي اياكم تكونوا منتبهين كتير منيح وتكتبوا المعلومات وتسجلوها لحتى ترجعوا لها دايما. وهلأ بالبداية رح نشوف سوا ريبورتاج أو تقرير حلو كتير بدنا ننتبه له كتير كتير منيح لحتى نتعلم المعلومات اللي عم نشوفهم فيه، ومن بعده بوعدكم أنه رح نباشر بدرسنا لليوم. There are different types of animals. Some of them walk, some fly, others swim, and some of them crawl. Each animal has a different sound and a special way that helps it communicate with its surroundings. Animals have different sizes. Some are very big, and some are very small. All animals have to eat to grow. Different animals eat different kinds of foods. Animals can live under the seas and the oceans, like a fish, an octopus, a turtle, and many more. Some live under the ground like rabbits, ants, and others. Some live inside the trees like squirrels. Some animals live on top of the mountains like eagles. Some animals like snow, like polar bears and penguins. Domestic animals are the animals that we can raise at home, like dogs, cats, hamsters, and more. Wild animals are those animals that we find in the forest. They are dangerous, and human beings should not get close to them. Lions, tigers, and bears are wild animals. If we want to see some of the animals that are not friendly to humans, we can go to the zoo. نبدأ بدرسنا للعلوم بهيدا الحصة. اليوم رح نحكي عن بعض المخلوقات يلي هي، أو قسم كتير كبير من المخلوقات يلي هي عايشة حية، living creatures، وكمان بعكسهم في أشياء هي غير حية، منا عايشة، non-living منسميها. كيف يعني؟ يمكن عم تتساءلوا كيف يعني؟ يعني مثلا نحن البشر
عايشين أحياء، منتحرك، منتنفس، منأكل ومنشرب ومنكبر مننمى. شوفوا أنتو كيف كل سنة بتطولوا شوي حتى تصيروا مرات أطول من الماما والبابا، لأنه نحن البشر كائنات حية عايشين. We are living creatures. رح اكتبها على اللوح. Living creatures يعني مخلوقات حية. كمان الحيوانات، لأنه الحيوانات بتتنفس وبتمشي وبتدبدب وبتتحرك، في منهم بيسبحوا، والحيوانات بيكبروا كمان وبيجيبوا حيوانات صغيرة بخلفوا، يعني هن كمان living creatures. وحتى النبات، أنا جبت معي نبتة لحتى فرجيكم أنه هيدي النبتة، في هون حدا واحدة كتير صغيرة، هيدي النبتة الكبيرة كانت صغيرة مثل هاي يلي هون، وكبرت ونميت لأنه هي كمان مخلوقات كائنات حية، يعني living creatures. في أشياء منا living، non-living، عكسها. Non-living creatures مثلا هيدا اللوح، هيدا اللوح منه عايش، ما بيتنفس، ما بياكل وبينمى، ما فينا نسقيه مي. هيدا النبتة منسقيها مي، هيدا plant منحط لها مي بتكبر، منعرضها للشمس بتاخد منها طاقة وبتنمى وبتكبر. نحنا مناكل ومنشرب منكبر، مننام ومناكل ومنشرب مننمى. الحيوانات كمان بياكلوا وبيشربوا بيكبروا، بس هيدا اللوح إذا جينا جبنا له مي ما رح ينمى وما رح يكبر، معناتها هو non-living creature. حتى مثلا الطاولة، تعوا لحتى نجيب لها هلا أكل لهيدا الطاولة ونقلها يلا كلي، بس هيدا الطاولة ما رح تسمعنا، ما بتشوفنا، ما بتحس بشي، هي كائن غير حي، هي غرض شيء. فإذا اليوم بحصتنا رح نحكي عن الكائنات الحية living creatures والغير حية، فينا ما نسميهم creatures إذا بدكم things objects، يعني هن أشياء ما بتتحرك أبدا، مثل الصخرة مثلا، الصخرة ما بتنمى، ما بتتحرك، ما بتتغير، ما بتعيش، ما بتتنفس، ما بتسمع، ما بتشوف، ما بتذوق الأكل. الصخرة ما بتبرد إذا إجت الشتوية، نحنا منسقع لأنه نحنا أحياء. الشجرة في أشجار بينزلوا الأوراق عنهم بفصل الشتاء لأنه هن كائنات حية، بس بعد فترة بفصل الربيع بتشوفوا إنه الأزهار بتبلش تطلع عليهم. فإذا هيدا هو موضوع درسنا لليوم، خليكن متابعين معنا لحتى نشوف شو رح يكون عنا بالفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع كمان مع فقرتنا الجديدة، عم نحكي عن living and non-living creatures. مثل هيدا النبتة هي living creature لأنه بتاخد هواء، بتاخد مي، وبتنمى، بتكبر وبتتغير. نفس الشيء في كتير أشياء بحاجة لحتى تتغذى لحتى تنمى وتكبر، منسميهم living creatures، مثل الإنسان، الحيوانات، النباتات، وبعض الأشياء الصغيرة، الحشرات مثلاً. وأكيد في أشياء non-living مثل الصخور، مثل الجبال، مثل أشياء تانية رح نشوفها أكثر. على اللوح في عندي بعض الرسومات، وكل رسمة بدنا نطلع أنا وياكم تنشوف إذا كانت living أو non-living، إذا هي عايشة حية تنمى تكبر. إذا أنا مثلاً إذا حدا إجا هلأ ضربني هون عقيدة، أخ بوجع أنا لأنه أنا بشعر وبحس لأنه أنا living creature. نفس الشيء إذا شكينا شيء حيوان بالغلط بشيء رح يعمل صوت لأنه رح يحس ورح ينوجع. إذا أنا هلأ أخذت هيدي النبتة وكسرتها بالنص رح ينزل منا شيء، وبعد فترة رح نلاقي أنه يمكن هيدي القطعة اللي أنا كسرتها يبست ودبلت لأنه أنا أذيتها. فإذا نحن we are living creatures،
بينما إذا جيت أنا هلأ هيدا الكتاب وضربته ما رح يحس بشي، ما رح يوجع وما رح يصرخ وما رح يحكي وما رح يتفاعل معي لأنه هو non-living. خلينا نبدأ، في عنا إتري شجرة، خلونا نفكر سوا، هل هيدا الشجرة is a living or non-living؟ living أو الكل؟ أكيد بتعرفوا ليه، لأنه الشجرة بتكون كتير نقطة صغيرة، حبة أو شتلة صغيرة، وبتنمى وبتاخد غذاء من الشمس ومن الماء وبتكبر وبتصير تعطي ثمار مرات، فإذا هي living، يعني خلينا نقول هون يمكن يكون في ثمار عليها، يعني هي living creature. تاني صورة هي صورة طاولة، هل الطاولة living، عايشة حية؟ أكيد لا، لأنه الطاولة إذا جينا حكينا معها ما بتسمعنا، طاولة ما بتتنفس، ما بتاخد هواء، الطاولة هي مصنوعة لحتى نستخدمها بحياتنا، نجي نكتب عليها، نحط عليها الأكل، نحط عليها الأغراض، منا living، فإذا هي non-living. الخبز bread، الخبز هو living or non-living؟ فكروا منيح، الخبز ايه بس نحطه بالفرن بتكون هيك عجينة صغيرة، بنحطه بقلب الفرن بيكبر، اقولكم هو living لانه عم ينمى ويكبر؟ اكيد لا، لانه هو non-living thing object يلي بيتغير لانه في نار جوا، بيكون في مواد، بصير في اشياء عمليات كيميائية بتصير، ولكن هي من ابدا ما بتدل انه الخبز هو كائن حي، لانه الخبز ما بيقدر يحس، اذا شقفناه ما بيصير شيء، بناكله ما بيصير شيء، فاذا هو منه، هو نون ليفينج، اكيد منه ليفينج ابدا. هيدا وجه زلمه، رجل عنده شوارب، هو ليفينج او نون ليفينج؟ اكيد ليفينج، الانسان هو كائن حي، يعني هيدا الرجل بفيق الصبح، بيروح على شغله، بيتحرك، بفكر، بيقول انا اليوم طالع عبالي اكل زعتر او طالع عبالي اكل جبنه تشيز، يعني هيدا الشخص عنده هو رايه وارادته، بيتنفس وبيتحرك وبيعيش، هو living creature. هيدي الكات، الهره كات، اقولكم هي living or non-living؟ اكيد living، لانه الهره بتجيب هيك قطط صغار، الهره بتقطع الشارع مرات، بتشوفوا كيف هيك عم تمشي بالشارع، بتتحرك، بتتنفس، بتخاف مثلا اذا هجم عليها شيء بتهرب، فاذا هي living creature اكيد. الزهره هي living creature؟ طبعا اكيد، لانه الزهره كمان بتكون صغيره، بتكبر بس تشرق الشمس، في منهم بيفتحوا، في منهم بيناموا بالليل، بيسكروا، بيطبقوا، هي living creature. السيارة تتحرك، السيارة يعني فينا نقول عنا living؟ لا، لأنه السيارة ما بتتفاعل، ما بتتعاطى مع، يعني ما فيها تحكي مثلا، ما فيها تفكر، ما فيها تتنفس، إذا كبينا عليها شيء ما بتنهز، ما بتقولي أخ وجعتوني كبيتوا علي شيء، ما بتتفاعل معنا، فاذا هي منا ليفينج، هي بالعكس هي شيء بتتحرك لانه نحن بنحركها، نحن ليفينج بيبل بنحركها. الايد هي ليفينج طبعا، لانه فيها اعصاب موصوله على جسمنا، راسي بيأمر ايدي انه مثلا هلا تقول هلو او باي باي، راسي دماغي بيأمر ايدي انه حطها هيك، بتعمل ايدي هيك، راسي بيأمر ايدي انه تكتب على اللوح، بتكتب على اللوح، فاذا هي living لانه هي جزء من الانسان يلي هو living. البيت، شو اقولكم، البيت هو living or non-living؟ اكيد لا، لانه البيت نفس الشيء، هو اغراض، اشياء معموله لحتى نسكن فيه نحن، ليحمينا من الامطار، من الهواء، من الخطر، نقعد بقلبه، ومنه living ابدا، لانه اذا نمنا وفقنا الصبح ما رح نلاقي انه بيتنا كبير، نمي حتى لو حطينا مي عليه بتشتت الدنيا، ما بيكبر بيتنا، ما بيتنفس، ما بيتعب، ما بيفكر، فاذا هو non-living. تشيريز
يلي هن كرز منلاقيهم على الشجرة. living أكيد الشجرة هي living وهن الثمار تبع الشجرة، بيكونوا كتير صغار، بيكونوا زهور، بعدين هو زهور بيكبروا بيفتحوا بيشتيروا ثمرة. فينا نقول عنهم أنه living لأنه هن جزء من الشجرة وكانوا زهرة وكبروا، بس أكيد لما ناخدهم فيهم يكونوا non-living كمان، لأنه لما ناخد التشيريز لعنا على البيت وحطيناهم ما بيعودوا هن يكبروا وينمو، بس بيرجعوا كمان بينتزعوا أو مثلاً بيخربوا إذا خليناهم برات الثلاجة لوقت طويل بيخربوا. فإذا هن جزء من living، يعني الشجرة يلي هي عايشة بتنمى بتعطينا الكرز. آخر واحدة هي فارة ماوس. هيدا الفارة أكيد عايشة بتكون لأنه هي living creature، لأنه منشوفها بتتحرك وبتروح وبتاكل وبتعمل أصوات وبتعمل ضجة، كمان هي living. فإذا ذكروا أنه في living and non-living creatures and non-living objects، إذا بدكم ذكروا أنه النبات والإنسان والحيوان هن living creatures والأشياء الثانية هي non-living، وتذكروا أنه التنفس، الأكل، النمو، التفاعل مع الأشياء اللي بتصير، كل هود الأمور الحركة هن دليل على أنه هيدا الشيء living creature. خليكن متابعين معنا حتى نشوف سوا شو عنا بالفقرة اللي جاية. رح نتابع مع بعض كمان مع فقرة جديدة وعم نحكي عن living and non-living، يعني الكائنات الحية والغير حية. بتعرفوا شو؟ مثلا نحن البشر في عنا بجسدنا قوة، بقدر أنا بهيدي القوة أحمل شيء إذا كان فيه وزن، بقدر ادفش شيء تزيحه، اذا بدي زيح انا هيدا الطاوله، اذا بدي شيلها من هون مشان مر، بدي حط قوه، في عندي قوه بقدر انا بجسدي حطها. اذا مثلا بدي افتح الباب، انا بعمل بايدي على مسكه الباب بقوه، بفتحه بدفشه لقدام. هيدي القوه يلي نحن عنا اياها موجوده بتكون عند living creatures، خاصة البشر والحيوانات. بتلاحظوا مرات انه في الثيران الثور يلي هو بحطوا له من ورا هون اشياء مثل حديد بخلوه يمشي، وهو عم يمشي الثور بجر هيدي الحدايد من ورا، وبكون عم يفلح فيها الارض، عم بجهز الارض للمزارع حتى يجي ويزرع فيها. فاذا الحيوانات وال ناس في عندهم اللي بيميزهم انه عندهم قوة، عندهم فورس، عندهم قوة بيقدروا يستعملوها لحتى يحركوا الاشياء، يغيروها، يعملوا فيها، يغيروا لها مكانها مثلا او يغيروا لها الحالة يلي هي فيها. فاذا قوتنا مثل قوة الحيوانات مثلا. ممكن تعرفوا انا عنا بالبيت في هرة، هيدا الهرة بتشوف وين في حشرات ممكن تأذينا وبتهجم عليهم، وبإيديها هيك بسرعة بتصير تعمل طريقة حتى بقوة توقع هيدي الحشرة على الأرض وتاكلها وبتخلصنا من الحشرة يلي ممكن إنه تأذينا. تذكروا كتير منيح الإنسان والحيوان عندهم ممكن يكون عندهم قوة لحتى يغيروا الأمور، لحتى يدفشوا، لحتى يسحبوا. إذا حدا من رفقاتنا وقع فيني أنا مد إيدي لعنده، بيمسك الإيد وأنا بشد فيه لعندي، ولما شد فيه لعندي أنا بكون ساعدته لحتى يبطل واقع على الأرض. ذكروا هالمعلومات وخليكن متابعين لأنه رح نكون سوا مع آخر فقرة بحصتنا. وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا، عم نحكي عن living creatures والnon living. تعرفوا انه بعض من living creatures يعني الكائنات الحية فينا ناخدهم ونستعملهم لحتى يصيروا non-living. مثلا مثال على ذلك رح فرجيكم هيدا الالفنت، هيدا الفيل. هيدا الفيل مصنوع من كوكونات، جوز الهند. جوز الهند في اشخاص بيناتنا بيعرفوها، بيعرفوا انه هي ثمرة بتكون موجودة على شجرة. هيدا الشجرة بتنمى لأنه هي living creature، بتكبر وبتعطينا ثمر هو الكوكونات.
هيدي الكوكونات اسمها كينج كوكونات، ما فينا ناكلها هي، فينا نشرب المي يلي بتكون بقلبها. بس ببعض البلدان مثلا بسريلانكا، انا سافرت على سريلانكا وشفت هيدا الفيل وعجبني كتير وجبته، اخذوا هيدا الكوكونات الكينج كوكونات ونحطوا فيها هيدا الفيل. هلا هيدا الفيل منه عايش، نون ليفينج، بحطه انا ببيتي لحتى زين فيه ولحتى انبسط قديش فيه فن وقديش اشتغلوه بطريقه حلوه. هو نون ليفينج، بس نحن جبناه من شجره يلي هي ليفينج كريتشر. تبهنا؟ فاذا ممكن ليفينج كريتشرز يعطونا اشياء تصير نون ليفينج ونحتفظ فيها. او حتى جذع الاشجار، جذع الاشجار ممكن انه نستعمله لحتى نعمل فيه خشب. شوفوا هيدي المراية، المرآة، ذا ميرور، يلي انا عندي اياها بستعملها بغرفتي. هيدا الميرور مصنوعة من خشب. هيدا الخشب من وين بجيبوه؟ من الاشجار. فاذا الاشجار يلي هي ليفينج كريتشرز، يلي هي بتنمى وبتاخد الضوء من الشمس والهواء لحتى تنمى، ممكن انه نقطعها وناخد الخشب تبعها لنعمل نون ليفينج ثينجز اوبجكتس منلاقيها عنا بالبيت. حتى المحارم، قطع المحارم يلي بنستخدمها بعيد ميلادنا او بالحفله او حتى بالبيت، هي مصنوعه من الاوراق، يعني من الخشب كمان. فاذا كثير اشياء، حتى شعرنا، شعرنا يلي بيكون علينا نحن ليفينج كريتشرز بيكون عم ينمى ويطول، بعدين لما نقصه فينا نستعمله ل حتى نعمل شعر اصطناعي، يمكن لحدا ما عنده هو شعر بحاجة لإله، بصير نون ليفينج، بصير اوبجكت. ذكروا كتير منيح انه الليفينج كريتشرز ممكن يعطونا اشياء نون ليفينج مثل يلي شفناهن. هيدا كان كل شيء لحصتنا لليوم، رح ودعكن، برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة من العلوم، انتظروني وهلا بقلكن الى اللقاء. There are different types of animals. Some of them walk, some fly, others swim, and some of them crawl. Each animal has a different sound and a special way that helps it communicate with its surroundings. Animals have different sizes. Some are very big and some are very small. All animals have to eat to grow. Different animals eat different kinds of foods. Animals can live under the seas and the oceans, like a fish, an octopus, a turtle, and many more. Some live under the ground like rabbits, ants, and others. Some live inside the trees like squirrels. Some animals live on top of the mountains like eagles. Some animals like snow, like polar bears and penguins. Domestic animals are the animals that we can raise at home, like dogs, cats, hamsters, and more. Wild animals are those animals that we find in the forest. They are dangerous, and human beings should not get close to them. Lions, tigers, and bears are wild animals. If we want to see some of the animals that are not friendly to humans, we can go to the zoo.